تنطلق الفترة الأولى من الوقت الإضافي بين الفريقين. هذه هجمة لصالح اتحاد كهرباء العاصمة وتمس نفذ طالبي لبطروني. طالبي مرة أخرى حاول يفتح لكن تصطدم القذفة تاعه بمغيشي. وتمس ركنية لصالح اتحاد كهرباء بعد تدخل فرحي. بطروني ينفذ الركنية وهدف من علي مسعود. علي مسعود هو اللي تمكن من تسجيل الهدف. شوف بعد تنفيذ الركنية من بطروني يتلقاها علي مسعود برأسه وبقوة يسكن الكرة في شباك الحارس آيت موهوب وتصبح النتيجة هكذا 4-3 ولصالح اتحاد كهرباء العاصمة. هذا بطروني إعادة بالتصوير البطيء مرة أخرى للقطة تسجيل الهدف. تنفيذ الركنية برجل من بطروني وضربة رأسية من علي مسعود وهدف رابع لصالح اتحاد كهرباء العاصمة أمام مولودية نفط العاصمة. وهكذا يكون الجمهور محظوظ في هذه المقابلة بالنسبة لعدد الأهداف المسجلة. 7 أهداف كاملة سجلت في هذا اللقاء الذي نعيش الدقيقة الثانية من الوقت الإضافي. وتمس لصالح مولودية نفط العاصمة ودينا في التنفيذ. ينفذ التماس لبن شيخ. بن شيخ معه رابط صراع بين بن شيخ ورابط. تمريرة خلفية في اتجاه زنير. زنير يفتح بوسري. بوسري دائما معه علي مسعود وتمريرة خلفية من علي مسعود لطلبي. طالبي سليماني علي مسعود صاحب الهدف الرابع لصالح اتحاد كهرباء العاصمة. ويسترجع عناصر مولودية نفط العاصمة الكرة. طالبي والطمين في اتجاه بطروني لينطلق ودينا فوت عليه الفرصة. وتمس لصالح مولودية نفط العاصمة. فيه تغيير على كل حال في صفوف مولودية نفط العاصمة. يخرج رقم 7 باللمو ويدخل رقم 14 اللي هو العوادة. نعرف ان العوادة من اواسط مولودية نفط العاصمة. اليوم يشارك عنصرين من الاواسط في صفوف المولودية هما العروسي المدافع الايمن والعوادة رقم 14 اللي عوض باللمو. باللمو اللي بذل مجهود كبير وكان له الفضل في تسجيل الهدف الثاني لصالح المولودية في الدقيقة 30 من المقابلة. ولعب من اتحاد كهرباء وقع على الارض يشكو من اصابه.
وينهض توماتشا يتعافى و يستأنف اللعب بتنفيذ التماس من سليماني لصالح الكهرباء. فرحي بنشيخ لصالح المولودية، مرفوعة من بنشيخ في اتجاه بوسري براسه، والدفاع الدفاع يدخل درواز هو اللي انقذ الموقف، والا كانت خطيرة وخطيرة جدا على مرمى بوعيشاوي. بعد التمريرة تاع بنشيخ اللي نفذ التماس لصالح المولودية، ودينا مرفوعة من ودينا في اتجاه بوسري، ويتدخل علي مسعود براس العروسي. بوسري علي مسعود، و ضربة مرمى لصالح الحارس بوعيشاوي. طموح وإصرار عند كل فريق سواء الاتحاد أو المولودية من أجل كسب تأشيرة التأهل للدور نصف النهائي المقبل. خلفه لصالح الكهرباء، سليماني انتزع له الكرة، وهجوم عكسي صالح المولودية من ودينا. ودينا يتعدى من الرابط ويعرقل، ومخالفة لصالح المولودية. زندير ينفذ المخالفة، وبوعيشاوي يخرج ويلتقط الكرة. كان فيه تسلل تاع خلاف، زندير غطي كورته كما ينبغي. زندير يواصل، وطمين سليماني لصالح الكهرباء. بطروني زنير، غلطة غلطة من دفاع المولودية، و تمس كان تردد وتهاون في إبعاد الكرة من طرف دفاع مولودية نص العاصمة، وكاد أن يكلفه ذلك غاليا. رابط وتمس لصالح اتحاد الكهرباء. ونعيش الدقيقة العاشرة من الفترة الأولى للوقت الإضافي. نتيجة لصالح الكهرباء 4 أهداف مقابل 3. وبنشيخ طويلة في اتجاه بوشري، بوشري يراوغ ويتدخل أحد المدافعين ويستنجد الحارس بوعيشاوي.